الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى الحق تبارك وتعالى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نعم يا ربنا، نعم يا ربنا، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه الشهادة العظمى التي من أجلها خلقنا وبها نحيا وعليها نموت إن شاء الله، هذه الشهادة العظمى التي أخبرنا عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: جددوا إيمانكم. فقالت الصحابة: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ فقال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وأستاذنا ومعلمنا وحبيبنا وشفيعنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله، الذي بلغ العلا بكماله، كشف التجى بجماله، عظمت جميع خصاله، أثنى عليه المولى العلي العظيم في قرآنه فقال في محكم التنزيل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أصحابك ومن تمسك بسنتك وصار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون، إن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى نتخبط في ظلمات هذه الحياة، وإنما رب العزة جل وعلا خلقنا لهدف معلوم ومحدود، ألا وهي عبادة الرحمن وتوحيده. لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرب العزة فرض على أمة الحبيب المصطفى فرائض، وحد لها حدودا، وحرم عليها أشياء، وأمرهم أن يقبلوا على الصالحات.
وإنما حينما كنا نستمع إلى الآيات البينات للقارئ الذي كان يقرأ حين كنا نسمع بآذاننا قال آية لو وقفنا عندها لوجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه وأن يحاسب النفس كل يوم لأن رب العزة يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ولذلك رب العزة يقول في الحديث القدسي على لسان سيد الخلق يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أحسن إلى نفسك أحسن إلى نفسك في دنياك لأنك سترى ذلك حينما تكون في أخراك لأن الله عز وجل يقول يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله نظرت سمعت اعتبرت سترى كل شيء أمامك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فأقبل على الصالحات لأن الله بشرهم في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أقبل على الصالحات بفعل الخيرات بترك المنكرات لأنك حينما تترك المنكر اعلم بأن الله يجازيك على ذلك بالحسنات لأن النبي المصطفى هو الذي قال من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة وإن هم بها وعملها كتبت له حسنة مضاعفة ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة وإن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة واحدة العمل الصالح بناء المساجد إعانة الفقراء التراحم بين الأهل والأصدقاء حب المساكين الإحسان إلى الجار حبك لأخيك المسلم كل ذلك من الحسنات فبناء المساجد رب العزة قال وأخبرنا بأنها بيوته في الأرض إن بيوتي في الأرض المساجد وعمارها زواري وحق على المزور أن يكرم زائرا فاعلم يا أخ الإسلام بأن من بنى لله مسجدا ولو كمقعص قطا بنى الله له بيتا في الجنة كما علمنا النبي المصطفى العمل الصالح
هو الذي سيكون لك أنيسا في قبرك. جمعت المال، أنجبت الأولاد، علوت بالبنيان، اتسعت بالأبيان، كل ذلك ستتركه، وجليسك هو عملك، جليسك هو عملك. جمعت المال من هنا وهنا، اعلم بأنك ستترك كل ذلك للورطة يتلعبه، وأنت الذي ستحاسب عليه، أنت الذي ستحاسب عليه. أما إن كنت صالحا فاعلم بأن عملك يأتيك في قبرك بوجه طيب معطر، فحينما تعلم ذلك بأن هذا هو عملك الصالح فتفرح وتقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وولدي. فأنت في الدنيا اكتنز من يومك، اكتنز من أيامك، اكتنز من سنينك. ما يقربك من رب العالمين وما ينفعك حينما تدخل القبر، لأن الله عز وجل حينما تهدر وتغلق عليك الأبواب يناديك الجليل من فوق سبع سماوات: عبدي عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك وللحساب عرضوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. تترك المال وتترك الزوجات وتترك الأولاد وتترك الذهب والفضة والأغيان والعقار، والذي يكون جليسك وأنيسك هو عملك الصالح. ولذلك رب العزة يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، سترى كل ذلك، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انظر إلى سيد الخلق محمد رسول الله وهو خارج إلى المسجد لكي يؤدي صلاة الفجر، كان يمر على سيدنا علي بن أبي طالب. ليه؟ لأن ربنا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وعلي وفاطمة من أهل بيت النبي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي على علي في صلاة الفجر، فطرق ذات يوم الباب ونادى على علي بن أبي طالب وقال له: يا علي، الصلاة الصلاة، اسمع. فخرج علي بن أبي طالب وقال لرسول الله: يا رسول الله، إن أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء تركها. خرج بزهق وبيقول للنبي: يا رسول الله، إن أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها، لأني نمت الموت الصغرى زي ما ربنا قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ف
فسيدنا علي حين نادى عليه الحبيب وقال له الصلاة الصلاة قال للنبي يا رسول الله إن أرواحنا بيد الله إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. يعني انا لو مكتوب لي هقوم اصلي هقوم يا رسول الله. يقوم سيدنا النبي برحمته يضرب على فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. انت لو رحت تصحي واحد النهاردة في الفجر وقال لك كلمة تزعلك هتقول له والله يا راجل ما انا رايح لك، هو انا جاي لك ولا جاي لي؟ ده انا عايزك تاخد حسنات، ده انا عايزك تصلي الفجر في جماعة، ده انا خايف عليك والله انا عديت عليك. سيدنا النبي ربنا اللي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلم يغضب رسول الله من رد علي بن أبي طالب بل ضرب النبي على فخذه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. اعلم أخ الإسلام بأن عملك الصالح هو الذي سينفعه، ولا بد بعد العمل أن يكون خالصا لوجه الله الكريم. ما في ناس بتعمل أعمال صالحة بس هو خالص لوجه الله، هو خالص لوجه الله. تعال شوف ربنا قال للنبي ايه، قال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. النبي بيقول ربنا أمرني وقال له أخبر أمتك وأخبرهم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذن العمل الصالح لازم يبقى معاه الشر، مش تعمل وتقول علشان فلان عمل، او تصلي علشان تقول فلان مصلي، او تحج علشان يقال فلان حاج، او تعتمر او تعطف على الفقراء او الارامل او المساكين ويقولوا فلان عمل وفلان عمل. لا، اذا اشركت مع عملك شيء فاعلم بان الله لا يقبل منك. ليه؟ لان ربنا اللي قال من كان يرجو لقاء الله من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك ربنا قال ايه، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طب الاخلاص ايه هو؟ طب ما احنا بندخل كلنا نصلي ونقف في صف واحد، هل كلنا صلاتنا مقبولة؟ هل هي رفعت ردت ولا رفعت قبلت؟ هي درجات، منا من ترفع وتقبل ومنا من يقبل نصفها ومنا من يقبل عشرها ومنا من ترفع صلاته ثم تعاد عليه مرة ثانية. بس انت بتصلي، ربنا امرك صلي صلي، هو اللي عارف نيتك. ولذلك الملك اللي بيكتب لك ما يعرفش اذا كنت انت مخلص ولا لا، لان الاخلاص هو ايه، هو ما لا يكتبه الملكان ولا يفسده الشيطان ولا يطلع عليه انسان. هو الملك شافك عملت الحسنة كتب،
انت مخلص الشيطان ما يقدرش يبطل عمل. ليه؟ لان ربنا لما طرده من رحمة الله قال للربنا ايه؟ قال له فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. المخلص في العبادة ده الشيطان ما يقدرش عليه ولا يقدر يسوي له ولا يفسد عليه عمله ولا اللي جنبك يعرف اذا كنت انت مخلص او لا، بدليل قول النبي المصطفى ان الملائكة يرفعون عمل عبد من عباد الله. طبعا انت بعد ما بتنزع الروح والروح تخرج من الجسد الملائكة بترفع الاعمال بتاعتك، فما بكل الاعمال كتيرة حسنات كتيرة الملائكة بترفع على الحسنات دي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة يرفعون عمل عبد من عباد الله فيستكثرون ويزكون ويفرحون به حتى ينتهوا الى حيث شاء الله تعالى من سلطانه، فيوحي اليهم رب العزة وينادي عليهم ويقول لهم يا ملائكتي انكم حفظتم على عمل عبدي وانا الرقيب على ما في نفسه، ان عبدي هذا لم يخلص لي في عمله فاكتبوه في سجين اي في جهنم والعياذ بالله. مش بكثرة الاعمال، لا ده باخلاص العمل لله. الملائكة فرحانة عبد من عباد الله فعل الحسنات واستكثر منها، فالملائكة بتفرح وبتزكي العمل ويفرحون به حيث ينتهوا الى حيث شاء الله تعالى من سلطانه، فيوحي اليهم رب العزة ويقول لهم يا ملائكتي انكم حفظتم على عمل عبدي وانا الرقيب على ما في نفسه، ان عبدي هذا لم يخلص لي في عمله فاكتبوه في سجين اي في جهنم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة منها. اللهم قنا من النار، اللهم قنا من النار ومن عذاب النار يا رب العالمين. إذن ليس بكثرة الأعمال ولكن بإخلاص العمل لله. ما تعملش علشان يقال فلان عمل فترفع الملائكة عمل عبد آخر من عباد الله، قبضت الروح وترفع الملائكة العمل فتستقل العمل ولا تفرح به ولا تزكيه حتى تنتهي الى حيث امر الله، فينادي عليهم الجميع ويقول لهم يا ملائكتي انكم حفظت على عمل عبدي وانا الرقيب على ما في نفسه، ان عبدي هذا اخلص لي في عمله فاكتبوه في عليين اي في الجنة. ليس بكثرة الاعمال وانما باخلاص العمل لله. ولذلك يقول النبي المصطفى اوصاني ربي بتسع وذكر من بينهم الاخلاص في السر وفي العلانية. طب اخر الزمان ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه انا عايزك توزن نفسك بنفسك وانت اللي هتزن اعمالك، لان ربنا يوم القيامة هيقول لك انما هي اعمالكم
أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حسب نفسك دلوقتي، حسب نفسك دلوقتي قبل ما تيجي عليك لحظات لا ينفعك فيها ندم، لا ينفعك فيها ندم. لذلك قال النبي: إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث فرق، فرقة يعبدون الله خالصا، وفرقة يعبدون الله رياء، وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا أموال الناس. يوم الحساب، يوم العرض على رب العالمين، ربنا يجيبهم بقى. ما هو العبد في اليوم ده ما يقدرش يكذب. إذا كذب اللسان ختم الله على فمه، وقال للأعضاء تكلمي. مش هتقدر تكذب. فيوم القيامة ربنا يأتي بالذين كانوا يعبدون الله ليستأكلوا أموال الناس، ويقول له ربنا: إيه ما حملك على ما صنعت؟ أنت عملت كده ليه؟ فيقول له: يا رب أستأكل أموال الناس. فربنا يقول له: لم ينفعك ما جمعته، اللي انت جمعته دي ما نفعكش. فيأمر الملائكة فتنطلق به الى النار، ثم يؤتى بالذي كان يعبد الله رياء. كان بيصلي، كان بيصوم، كان بيزكي، كان بيأمر بالمعروف، كان بينهى عن المنكر، كان بيساعد في القرار، ولكن في نيته علشان يقال عنه كذا او يقال كذا او يقال كذا. يوم يقول له ربنا: ايه ما حملك على ما صنعت؟ انت عملت ليه كده؟ فيقول له: يا رب علشان يقال عني ان انا عابد. فيقول له ربنا: لم يصعد الي من عملك شيء، مفيش حاجه طلعت لي من عملك. ثم يأمر الملائكة فتنطلق به إلى النار، ثم يؤتى بالذي كان يعبد الله خالصا، ويقول له رب العزة وعزتي وجلالي: ما أردت بعبادتي؟ فيقول: يا رب أنت أعلم بذلك من أردت، أردت به ذكر وجهك الكريم وسلطانك العظيم. فيقول رب العزة: صدق عبدي، انطلقوا به إلى الجنة. يقول النبي المصطفى والحبيب المجتبى: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال: ادعوا الله يستجب لك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. إنك يا رب أكرم مسؤول وأعظم مأمول، ولسان حال المؤمن به على الدوام يقول: يا رب، يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بين يدي الساعة
فختم به الرسالة وأكمل به الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحابك ومن تمسك بسنتك وصار على نهجك إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون، اتقوا الله في دنياكم وأخلصوا في عبادتكم وأعمالكم، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم. فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. انت النهاردة بتسعى وعايز تعمل لأولادك، عايز تعللهم البنيان وعايز تتسف في الأطيان، يوم الايام هتنادي على ابنك هيفر منك. اعمل لنفسك، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. واعلم بانك ما دمت مخلصا في العبادة في الدنيا، اعلم بان الله يفرج عنك وانت في دنياه، وحينما تدخل القبر وحينما تعرض على الرب. الثلاثة نفر الذين دخلوا القبر وانحدرت الصخرة عليهم قالوا لبعضهم البعض: والله لا ينجينا من هذه الا ان ندعو الله بخالص اعمالنا. الاولاني كان بر بابوه وامه فدعا ربنا فانفرجت الصخرة قليلا، ثم اتى الثاني وانفق المال وتركه ابتغاء وجه الله فانحدرت الصخرة قليلا، وجاء الثالث وقال: يا رب، كان عندي اجراء واعطيت اجرهم غير رجل واحد استثمرت له اجرته حتى كثرت منها الاموال والابل والغنم، فلما عاد بعد فترة من الزمن وقال: ادي الي حقي. قلت له: كل هذا ملك لك. فقال: لا تستهزئ بي، ادي الي اجرتي. فقال له: لقد استثمرت لك اجرتك حتى كثرت منها الاموال فاستاقها امامه ولم يترك شيئا، ودعا كل انسان من الثلاثة: اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة من على باب القبر. يعني انت العمل الصالح ينفعك في الدنيا، وهينفعك حينما تدخل القبر، وهينفعك حينما تعرض على الرب. يبقى ده ما فيهوش يأس. ما تقولش: لا انا هعمل بكرة، استنى علي شوية. انت ما تعرفش هترحل من دنياك امتى، ولا امتى هتصعد الروح. اعمل لاخرتك، اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا. ايها الاخوة الاحباب، اخلصوا في اعمالكم واخلصوا في عبادتكم حتى تكونوا من الفائزين ومن الناجين، لان الله هو الذي قال: انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم
في هذا اليوم العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك، اللهم تغمدنا برحمتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا سائلًا إلا أعطيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا عاصيًا إلا هديته، ولا عاصيًا إلا هديته، ولا عاصيًا إلا هديته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لنا جميعا، وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.